ساكن محمد عبد الله فرماج مدحينها دلك الصومالية ورئيس الوزراء ومقعب حسن علي قره كسو هيستر درشد دلك النروي حسن علي قره أيام مدر إركون نولا دلك النروي سلمر كان أوقاري كون سقال بقل سيديتين شانتي مد كمدا مسؤولين تدلك النروي أيها هاتن الشيغي إن أي معقولة هين أو هيستر لبقل رشد سلمر كان حلق قبط دلك ليه مزير كش فاري او كترسن حزبيغا اف ار بي هيا قرل او شيغي تيبيغا قران كدلك النروي إنه معقولة هين انو هيستر لبا للاشا اسلامر كانا او كقبت حلقة ليه دا شرعيغا دلك النروي ايا شيغيو انو قف هيستر لبا للاشا اسلامر كانا اي معقولة هين انو هيستر لبا للاشا دلك النروي بلاسي شرعيغا سي ايا قبنينين شعبك سوماليد ما داما نسقرن كبضن دلكو دو كرتاقنا دقالي علاض سوكيي مسؤول كاني ايا شيغيو ان ديب لوغا علي دونو شرعيغا سي مادام او قبنايو شخصيغان مادام او حلكا لو قبطي دالكا دالكيس هويو شخصيغاني ايا ماانتا كشيغي اذا عدا قران كاه وحونا شيغي اني معقولة هين انو سوماليا كنغضا مري منستر Hvor far mener du Hassan Kaire ikke lenger skulle kunne være norsk statsborger? Det beror på to faktorer. Det ene kommer før statsborgerskap. Det denne saken illustrerer sammen med at den somalske nasjonalforsamlingens president og flere medlemmer av nasjonalforsamlingen har norske statsborgerskap. Kofkati, det har skjedd at Delkisa er som amerikaner ikke kapte helke og som reier Delkisa sortegal maen. Det har skjedd at Delkisa Norway. Viser med all tydelighet behovet for at opphold og beskyttelse bør være av midlertidig. Shaqsigani oo haatan shaaciye warbixintani ayaa ka soo jeeda xisbiga FRP oo ah xisbiga xag jira isla markaana ay diidan dadka soo galootiga ah. Balse la arki doonaa waxa xigi doona inkastoo laga yaabo in warar kale ka soo baxaan siyaasiyiinta iyo xisbiyada dalka Norway.